مكتوب على الصرامي بشارة أكبر حرامي. عقد مضى كان الأصعب في تاريخ سوريا القديم والحديث. الأسد أو نحرق البلد، شعار طرحه النظام في بداية الثورة لمواجهة كلمات الحرية، ولا تزال المواجهة قائمة بين الحرية وقامعيها، إلا أن أثمانا باهظة يدفعها السوريون كل يوم. 35 منظمة إغاثية على مستوى العالم أبدت قلقها من تزايد المأساة، معتبرة أنه لا يمكن استدراك الضرر الحاصل في سوريا دون حل سياسي. الوكالات استعرضت إحصائيات لنتائج عقد من الزمن في سوريا خلفه تمسك النظام بالسلطة وإصرار السوريين على حريتهم. المنظمات أشارت في تقريرها إلى انعدام البنية التحتية كالمدارس والمشافي والتضخم الحاصل جراء انهيار الليرة السورية، فيما دعت إلى زيادة المساعدات للسوريين داخل وخارج سوريا. 80% من الناس داخل سوريا يعيشون في مستوى انعدام الأمن الغذائي بمستوى قياسي، فيما يعاني أكثر من 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي و1.8 مليون في خطر انعدام الأمن الغذائي. فريق مسقو الاستجابة أصدر إحصائيات في عقد الثورة العاشر أثار حرب أثقلت السوريين، إذ بلغ عدد النازحين داخلياً 6.9 مليون وخارجها 6.5، بينما بلغ عدد الأطفال المتسربين عن الدراسة 2.5 مليون. الخسائر الاقتصادية تجاوزت 500 مليار دولار أمريكي، أسعار البضائع تضاعفت 120 مرة، قرابة نصف المدارس المدمرة وثلاثة أرباع المشافي خارج الخدمة، يضاف إلى ذلك عشرات الآلاف من المفقودين والمغيبين قسراً وعشرات الآلاف من القتلى على يد النظام وحلفائه بحسب منسقو الاستجابة. رغم كل هذا لا تزال سوريا برميلاً متفجراً بحد وصف باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي اتهم النظام بإجراء اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية. الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على النظام أكد في بيانه الصادر في ذكرى الثورة أن انتخابات النظام غير مكتملة الشروط، وأنه جاد في دفع العملية السياسية بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، فيما شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.